الغرفة التجارية احنا بنتكلم ان هي بتقنن او بتظبط السوق المصري بالنسبة للنظارات الطبية والنظارات الشمسية والمحلات. مظبوط. دور الجمعية ايه؟ يعني ايه اللي يحصل لو الجمعية رجع ليها الاقتصاد بتاعتها؟ هتساعد الغرفة في ايه؟ هو الجمعية طبعا كان لها دور اساسي في بداية انشائها، وكان دور مهم جدا، اللي هي متابعة اخصائيين البصريات، اللي هي منح المنشأة البصرية الترخيص ومنح الاخصائي البصري ترخيصه. طبعا كان لها دور كبير جدا، ان هي بتحتوي فئة معينة مركزة عليها. يعني النهاردة معلش انا مع احترامي الكامل في وزارة الصحة، الاف المنشآت، معامل طبية ومستشفيات ومعامل تحليل واشعة، فالمسؤولية او العبء كان كبير جدا، لكن كانت الجمعية مخصصة فقط للاخصائيين البصريات. وبعدين نتيجة يعني لظرف طارئ او كده، تم ايه نزع الاختصاصات وبقت رجعت لوزارة الصحة. فاحنا بنطالب النهاردة وزارة الصحة من تاني ان هي تبدأ تعيد النظر في هذا الامر، ويبدأ في لقاءات بين وزارة الصحة والشعب وجمعية البصريين لاحياء او اعادة منح الصلاحيات لجمعية البصريين، بحيث النهاردة يبقى في إطار من التعاون وبإشراف وزارة الصحة. طبعا. احنا ما نقدرش ننكر دورها، ولكن الجمعية هتبقى او جمعية البصريين المصرية هتبقى اكتر حرصا او مش اكتر حرصا، هي يعني هنقول ان هي ايه متفرغة لهذا الامر. بالظبط.